مشاهدينا في هذا العدد الإخباري مطالبة فرنسا وألمانيا فرض عقوبات على أوكرانيا. باريس، طالب الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أوكرانيا، وذلك عقب أعمال العنف الأخيرة في كييف. وحسب آخر التقارير هناك 25 شخصا من بينهم صحفي وتسع ضباط شرطة سقطوا في اشتباكات بين قوات الأمن وجماعات المعارضة هناك. وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده كل من أولوند وميركل في قصر إليسي بباريس، حيث وصف هؤلاء الأخيرين أعمال العنف بالبشعة. وطالب القائدين خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي تم عقده يوم الخميس في بروكسل فرض عقوبات على كييف. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.